أسفرت عملية انتخاب رئيس المجلس الوطني للصحافة ونائب الرئيس لإجراء الجمعة 5 أكتوبر 2018 بمقر وزارة الاتصال بالرباط عن انتخاب يونس مجاهد رئيس للمجلس الوطني للصحافة وفاطمة الزهراء الورياغلي نائبة ليها. وتمكن يونس مجاهد من الحصول على 12 صوت من أصل 20 ممن جعله رئيس للمجلس الوطني للصحافة، وحصلت فاطمة الزهراء الورياغلي من فيدرالية الناشرين على 11 من أصل 20 وبالتالي تم انتخابها نائبة ليها. وكانت لائحة حرية نزهة مهنية لكتضم كل من حميد سعدني وربيعة مالك ومريم الودغيري والمختار العمري ويونس مجاهد وعبد القادر الحجاجي وعبد الله البقالي، إضافة إلى ثريا الصواف فازت في الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني للصحافة. أما فئة نشري الصحف ففاز كل من فاطمة الورياغلي ونور الدين مفتاح ومحتات الرقاص ومحمد الحجام ومحمد السلهامي ومحمد عبد المنعم الديلامي وعبد الحق بخات، نضاف إليهم محمد الشوقي. ويمثل اتحاد كتاب المغرب في المجلس الوطني للصحافة سعيد كبريت وهيئة المحامين بالمغرب جلال الطهر وعن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبد الرزاق الحموشي.